بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أبو الحارث الأولاسي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة من كتاب صفة الصفوة، والهدف من قراءة تراجم الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الله يا إخوان يجعلنا جميعا من أوليائه الذين خبأهم في خلقه. هذه الأمة علماؤنا رضي الله تعالى عنهم ترجموا للأولياء، عندنا كتب في التراجم الأولياء. هذا الكتاب من مجلدتين، هو مختصر لكتاب من 7 مجلدات. الكتاب 7 مجلدات اسمه حلية الأولياء، مختصره هذا صفة الصفوة. عندنا كتب تترجم لحياة وسير وأقوال الأولياء، وعندنا كتب تترجم لحفاظ القرآن الكريم تسمى كتب تراجم القراء، وعندنا كتب تترجم لحفاظ الحديث تسمى كتب تراجم الحفاظ، وعندنا كتب تترجم للفقهاء، وعندنا كتب تترجم لعامة العلماء، وفي عندنا كتب تترجم لكل مذهب من مذاهب الفقهية لإعلامه، وعندنا كتب تترجم للمفسرين. وتعتبر مكتبة التراجم أكبر مكتبة في المكتبة الإسلامية أو من أكبرها، كتب كثيرة. طبعاً لماذا ترجم العلماء لهؤلاء؟ حتى يوقدوا في همم وضمائر الأجيال الجديدة أن تحذو حذو هؤلاء. يعني أنت يا بتصير ولي، يا بتصير مفسر، يا بتصير فقيه، يا بتصير حافظ، يا بتصير قارئ، يا بتصير عقدي، يا بتصير لغوي، يا بتصير أديب. أما سامحوني، أنا ما وجدت عندنا كتب لتراجم النكتية، ما عندنا ولا كتاب إنه سير النكتية، ما عندنا هذا الشيء، ولا عندنا كتب تترجم للاعبين، ما عندنا كتب يعني تراجم اللاعبين. خير إن شاء الله، بيلعب الله يعطيه العافية، بيضحك خير إن شاء الله، بس ما نترجم لهؤلاء. ولا عندنا كتب تترجم للهازلين. لما؟ لأنه نحن ما يسرنا، سامحوني يا أخوان، أنه أولادنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا يصيروا يعني أضحوكة، ويصير الواحد بيناتهم يعني يوتيوبرز، أنه بيضحك يوتيوبرز، بيطبخ واحد شو مثلا بيلبس أواعي، كل هذا ما عندنا أصلا، لا يعنينا. خير إن شاء الله، واحد ضحكنا الله يعطيه العافية وانتهى. بس أنت لست معنيا أن تصير تلحق بهؤلاء، أنك تصير أضحوكة وتصير يعني مكان للسخرية، كل واحد يضحك ويقول لك افتح ليك في فلان فاتح صفحة كلها بفرطك ضحك، فكل واحد يضحك يعني بعد ما يكون عمل وتعب مل، بده هيك واحد يفرطك ضحك، يضحك عليك مثلا أول لا سمح الله عليه يعني هيك شي ربع ساعة 10 دقائق بيرجع إلى شغل. أنت لست هذا الرجل، وأنت لست هذه الفتاة التي يعني هي مكان للهزأ أو مكان للاستخفاف أو مكان للسخرية. أنت ولي من أولياء الله تعالى طبعا، وهذا بده جهد وبده عمل وتقضي حياتك فيه. ولابد يا أخوان، لابد يا أخوات، معقول أنت جئت على هذه الأرض وستمضي وهيك لا شيء؟ معقول أن يطويك الزمان وتوضع في تلك الحفرة وتنسى هيك؟ ما ترك ولا شيئا في هذه الأرض.
هلا اللي يساوه الجامع جامع أنس بن مالك، هذا الجامع الذي نحن فيه. والله أنا كنت ذاك اليوم عم بقرأ اللوحة، هذه خططت اللوحة، المسجد كمان بني قبلها. الذين أسسوه ماتوا، بس يا أخي تركوا في هذه الأرض خير، ومشيوا الله معهم، بس تركوا خيرا في هذه الأرض. إذا بتروح باتجاه مشفى المواساة، يا أخي من أسسوها تركوا خيرا في الأرض، الله معهم، مشوا، بس تركوا شيئا في هذه الأرض. الذين جاءوا بماء مياه عين فيجي إلى بيوت أهل الشام مضوا، بس يا أخي تركوا خيرا في هذه الأرض. الذين زرعوا هذه البساتين وهذه الأشجار مضوا، بس تركوا خيرا في هذه الأرض. الذين أسسوا مدارس في هذا البلد مضوا، لكن تركوا خيرا في هذه الأرض. الذين أسسوا الجامعة مضوا، لكن تركوا خيرا في هذه الأرض. أنت يا أخ شو قال؟ والله أنا عندي دوام شغل وعم جيب خضرة وفواكه، والله ما عم نقص على بيتي ولا شيء، والله ما في أكلة إلا بجيب لهم إياها للأولاد. سامحني إذا كنت تظن نفسك يعني هذا الرجل اللي أنت بشغلتك ما تنقص عليهم ولا أكلة، وظننت أولادك هم قوم لهال يعني بس هيك مستودع لهالأكلات هي، بتكون أنت كثير نزلت كثير. أنت يا رجل أنت خليفة الله في أرضه. طيب شو الباب؟ يعني شو الباب أنا حتى أدخل إلى هذا المجد وهذا الرقي وهذا العلو؟ الباب هو أن تلزم بيت الله، الباب أن يكون لك معلم تسير بسيره وتأخذ منه. عمر ما صار عمر إلا لما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا محمد صلى الله عليه وسلم عمر لا راح ولا جاء، وأبو بكر وعثمان وعلي هم الذين نهضوا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهض بهم. وإنت بده يكون لك معلم، وبدك تلتزم، مو والله تجي وقت بتكون عندك فاضي، وتكون عندك فاضي لا تأتي، خلاص ستبقى بالمكان الذي أنت به. سامحني، والأيام تمر يا شباب، أنت اليوم عمرك 20، كم يوم تانيات تصير 40، كم يوم تانيات 60، كم يوم تانيات خلاص رحمك الله، الأيام تمضي. لذلك من الآن اعقدوا العزم، أنت لازم تصير وليا من الأولياء، وأنا عم بحدثكم عن الأولياء مشانك أنت المعني بالذات، ولا واحد من هدول الجالسين، أنت الكلام لإلك بالضبط. شو بينقصك بينك وبين الأولياء؟ ما نحن عم نقرأ، ما تظن بأنه الأولياء هم يعني أناس طاعنون في السن، في منهم طاعن في السن، بس في منهم شباب الآن ستسمعون. ما تظن بأنهم قوم أئمة مساجد وخطباء، في منهم أئمة مساجد وخطباء، بس في تجار وفي صناع وفي، ولا حتشوفوا شيء يعني شيء عجيب، سنترجم لمغني هلا، بس لما تقبل على الله عز وجل بصير من الأولياء لو شو من كان في ماضيه. وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عن سيدنا حمزة، ورضي الله تعالى عن وحشي. وحشي بيبعث خبر للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا قتلت وبعيد من هون زنيت وشربت، والله عز وجل يقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كيف أنا بدي أسلم وأنا مساويهم كلهم هذول؟ فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما تفكر الأولياء أناس يعني عاكفين في المساجد فلا يخرجون. الأولياء معك بالجامعة ومعك بالسوق ومعك بالمحل ومعك بالبيت، بس هم ثلاثة أمور يا أخوان لا تنسوها أبدا، بس ثلاثة أمور هم ضبطوها وإنت اضبطها، والحمد لله أنتم تمشون، بس خلاص يعني هذا قرار إلى أن تلقى وجه الله. ضبط يعني، مو هيك نص، لا، الأولياء عندهم إرادة، خلص أنا أريد أن أخطب ود ملك الملوك، والله لو طلب روحي بدي أعطيها. واحد ترك الحرام، خلص ما في حرام، والله لو قطعت ولو مزقت. حصل شيء مرة زلت قدمك، أو أنت طريقك ليس من الحرام، طريقك من هنا من جماعة الصراط المستقيم، حصل شيء مرة تفركشت وزلت قدمك، فورا نفس الدقيقة بيقوم بيستغفر بيتوب يا أخي، بيعود إلى طريقه الذي عقد العزم على السير إليه.
1 ترك الحرام، 2 إتقان الفرائض، 3 أداء ما استطعت من النوافل، بس هدول اضبطهم أنت من الأولياء. هلأ بعد هذا الأولياء كمان لهم مراتب يتنافسون بقى بالأعمال الخيرات. الحديث عن أبي الحارث الأولاسي، اسمه فيض ابن الخضر، كان شابا يغني في أول أمره، لأنه مرات واحد بيقول أنا هلأ نحن نترجم للأولياء، وهذه الكتب تراجم أولياء، ولا عم نترجم لشاب كان يغني في أول أمره، والغنى مقترن يعني بخمور وباختلاط وبمواقف غير جيدة. ذلك مرات واحد بيقول أستاذ يعني الغناء بجوز، سماع الغناء بجوز، يا أخي هذا باب، يعني أنت شو بدك تسمع؟ نشيد فضائل، نشيد مكارم أخلاق، نشيد شحذ همم، شو عم تسمعين؟ اسمع هيك نشيد. مرة سيدنا عمر قالوا له في واحد عم بيغني، قالوا لهم جيبوا لي، قال له شو بتغني أنت؟ فأنشد له قصيدة يقول فيها: وفؤادي كلما عاتبته عاد باللذات يبغي تعبي، وفؤادي كلما عاتبته عاد باللذات يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد بر حبي، يا قرين السوء ما هذا الصبا، ثني العمر كذا في اللعب. بعدين بيقول: نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. فسيدنا عمر لما سمع هالغنية كرر معه البيت الأخير وقال: نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق الله وخافي وارهبي. وقال عمر: من كان مغنيا فبمثل هذا فليغني. يا ريت هيك الأغاني كلها تشحذ همة الإنسان، تعيده إلى التوبة، تعيده للإقبال على الله، خير إن شاء الله. أما لما بيقترن الغناء بالمجون وبالسكر وبالمخدرات وبالفجور، إنه أستاذ أنا معلش أسمع أغاني، طيب أنت عم تسمع أغاني، عم فتحت عليك باب، بلشنا هلأ بالغنية، بكرة شو بده يصير؟ ليس لك مصلحة أن تتجه بهذا الاتجاه. أستاذ معلش أنا أغاني أجنبية مشان أتعلم لغة أجنبية، أنا قالوا لي إنه تعال تسمع أغاني إنجليزي بتقوم تقوى لغتك. هلا ما عاد صفي تقوى لغتك إلا بالأغاني الأجنبية يا رجل. يعني بعدين الغنية شو عم تقول؟ عم تقول لا إله إلا الله يعني. ليس لك مصلحة تفتح على قلبك موارد تؤلمك وما عاد تعرف شو بدك تنزعها من قلبك. فيض بن الخضر كان شابا يغني في أول أمره، قال: بين أنا في غفلتي رأيت عليلا مطروحا على قارعة الطريق. يبدو شي يوم هيك هو راجع من سهرة، هو وذاهب لسهرة شاف واحد ملحوش بالطريق مرتمي، قال: فدنوت منه فقلت: هل تشتهي شيئا؟ قال: نعم، رمانا، بدي رمان. فجئته برمان، فلما وضعته بين يديه رفع بصره وقال: تاب الله عليك. يبدو كاين هذا فيض منظره يعني يوحي بأنه ليس من أهل الخير. فهذا المريض اللي انجبر خاطره بهالرمانة قال له: تاب الله عليك. ذلك نحن يا أخوان لا ييأس حدا أول شيء من معاصيه، ربما بعمل صالح هلا حتشوفه لا يؤبه له، كثر أعمال صالحات الله يرفعك إلى مكان عالي. كذلك لا تيأس من أحد أن تدعوه إلى الله تعالى. هو الإنسان مهما أساء ومهما أخطأ ومهما ارتكب موبقات، سبحان الله في عنده فطرته صحيحة، وفي لحظات هيك تجلى عنه هذه الفطرة عنها الغبار، تلاقي له أعمال صالحات مخفيات. على كل إن قال لهذا العليل: هل تشتهي شيئا؟ قال: نعم، رمانا، فجئته برمان، فلما وضعته بين يديه رفع بصره وقال: تاب الله عليك. قال: فما أمسيت حتى تغير قلبي عما كنت عليه وأردت التوبة، خلاص ما عاد بدي أنا هذا الغناء،
ما بدي المجون ولا بدي الفجور ولا بدي أمضي باتجاهات الخاطئة. سبحان الله، هيك الله عز وجل لمحة يعني تأتي إلى قلب العبد تجذبه، كن بالشرق وصير بالغرب. قال ثم خرجت إلى الحج، هيك تائب وأنه بدي حج، وأنا أسير بالليل فإذا بقوم يشربون، فلما رأوني ذهلوا. إنه أنت وين رايح؟ يبدو بيعرفوه أنه هو كمان شغل شراب وخناء. قال فأجلسوني وعرضوا علي الطعام والشراب، قلت أحتاج إلى البول، فذهبت فوقعت في غابة، بده يقضي حاجته في فلات في غابة، فإذا أنا بسبع، فقلت اللهم إنك تعلم ما تركت وفي ماذا خرجت، فاصرف عني شر هذا السبع. فولى السبع ووصلت مكة ودخلتها، فلقيت بها من انتفعت به منهم إبراهيم ابن سعد العلوي. الله يتوب علينا يا أخوان توبة صادقة، والله يتوب على جميع العصاة، ويجعل على أيدينا توبة عباده. في أخ، هي للضحكة بس للفائدة، حتى لا أحد بينكم يعني ييأس من أحد أن تدعوه إلى الله تعالى. في أخ بيحضر معنا، الله أكرمه وتاب الله تعالى عليه، هو كان ممشاه بعيد جدا 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 عن طريق الخير، وخطية يعني كان بأماكن وأشكال وغير مناسبة أبدا. الحمد لله الحمد لله، الله ألقى في قلبه الهداية، وأعتقد ببركة بره لوالده، بار جدا لأبيه، يعني مع معصيته وفجوره ومضيه نحو ما لا يرضي الله عز وجل، بس هو بار بأبيه. المهم تاب الله عليه، هو كان له أصحاب بالمعاصي، يعني في الجلسات التي كثير شريرة في له أصحاب هناك. ففي واحد من أصحاب هؤلاء الجلسات، هو تاب قبله شي سنة سنة ونص، وهو بيجي إلى المساجد، لما تاب يعني صار بيجي إلى المساجد، هذا اللي تاب من سنة ونص. في يوم من الأيام، هذا اللي تايب من سنة ونص كان بالجامعة هون، يلي تايب الجديد رفيقه هلأ تازة يعني تايب بقى جاي على الجامعة، هن أصحاب نكتة يعني مع بعضهم البعض. لما فات هذا الجديد بقى يعني شاف كون هيك بهالجامع، بس هو يعني بتوقع أنه كل الناس يشوفهم بالجامع، بس في هذا رفيقه تبع العونطجي القديم، هذا مستحيل بيجي على الجوامع. طلع هذا رفيقه العونطجي القديم تايب قبل منه بسنة ونص. المهم فات هيك على الجامع، أنا لازلت أذكر، قام شافه، إجت وشه بوشه، ما حمله عقله أنه هذا شو بالجامع، هو شايفه بأراني كثير رخمة يعني بعيد من هون، ما تحمل هيك باللا شعور، يمكن طلعت معه البعيدة حبلكم بالسؤال يعني هيك، قال له البعيد يخرب بيتك، لك شو جابك لهون؟ انه بعيد من هون هو بيجي لغير اراني، بس شو جابك لهون؟ الحمد لله تعانقا يعني، وقال له انا الله تاب علي مشي سنه ونص قبلك، ويعني استقامت احوالهما. فمرات انت يعني او الانسان لا يتوقع ان يتوب فلان، بس يا اخوان لا تقصروا في ان تدعوا الناس الى الله تعالى، ما بتدري الله يكرمنا يجعل على أيدينا هداية الخلق مع الإخلاص والقبول والسلام لنا ولهم. فأنت اشتغل في الدعوة إلى الله، ومهما يكون من أمر أنت ارمي البيذار تبعك، ما بتدري متى تعلق في قلوب الناس، ولعل هذا الإنسان البعيد الشارد لعله ينتظر مني كلمة، لعله ينتظر منك كلمة، بيستحي هو يفوت على الجامع. مرة في أخ كمان تاب الله عليه، قال لي أستاذ أنا كنت فكر أنكم أنتم لما بتفوتوا على الجامع لا بتدفعوا شيء، يعني أنه مثلا بيفوت شنو الوعد، بيفوت على المطعم، بيفوت على شيء مكان بيدفع شيء، أنه لازم أنا أدفع بقوم بفوت على الجامع. قال لي حتى في واحد يعني الشباب جابه، قال له لا ما بدفع، أخذه فوته بإيده، وهو قال له هو بده يفوت بس بيستحي، وبعدين أنه بدفع أنا بس شنو وين بيدفعوا، مين بياخذ منكم هون؟
فلعل صاحبك عم ينتظر بس تأخذ بإيده هيك وتجيبه، لعله ينتظر منك كلمة، لعله ينتظر منك حديثا. على كل أبو الحارث الأولاسي هذا مترجم في الأولياء وكان سابقا بعيدا عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني مرات هذه اللي بيكون ضرس بالبعد وبالفجور، هذا إذا الله كتب له الهداية كمان بيصير له مكانه. هلا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه كان قبل الإسلام ضرس يعني في الكفر، بس لما أسلم صار فاروق الإسلام. على كل الأحوال أنتم يا أخوان كلكم معنيون، ويا أخوات كمان نشتغل كلياتنا بالدعوة إلى الله ودلالة الخلق على حضرة الله تعالى. وهذا الشيء الرابع اللي أنا أكرره في الخطب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لازم أكون خريج كلية شريعة؟ لا. لازم أنا أكون حاطط طائية وعباية يعني عشان أشتغل بالدعوة إلى الله؟ لا. لازم يكون معي ترخيص أنه بأخذ ورقة عشان أنا أشتغل بالدعوة؟ أنت مرخص من رب العالمين، ادعو إلى سبيل ربك، معك رخصة فادعو. ادعو يعني مرات رفيقك كلمة بس، لعلك إذا قلت له عازمك أنا على الدرس لعله يأتي، وسبحان الله يعلق قلبه ويستمر. وهيك ليش نحن كلاتنا كيف جئنا إلى المساجد؟ هيك يا رفيقي يا أخي يا ابني يا أبي دعاني وسبحان الله عليك قلبي. فهلأ أنت كمان ساعد الآخرين فيما أكرمك الله تعالى به. قال الحسن بن خلف قال لي أبو الحارث الأولاسي فيض ابن الخضر. هلا اسمعوا، هذا اللي كان هو بغناء وتاب بعدين واقبل على الله عز وجل، صار له احوال مع الله عز وجل. قال هذا هو ابو الحارث، قال رايت ابليس، شاف الشيطان، له جمه شعر، له هيك بتوله شعر، فاقبلت اتملقه واقول ويحك ما انا في هذا الخلق، خلني وربي، انه ليش عم تحركش فيني، اتركني انا خلاص بدي أقبل على الله. وأنا شو يعني عندك خلق كثير، ما عاد صفيد غير أنا واحد يعني ما بيأثر عليك. فقال إبليس هيهات هيهات، كيف أخليك وفيك وفي أبيك هلكت، ما أنا بسببكم يا بني آدم أهلكت، لا أو تهلكوا معي، والله ما لي تارككم لحتى بعيد أنهم توعوا بنار جهنم مثل منه. قال فأخذت برأسه فجعلته على حجر، وأخذت بحلقه أخنقه. والله معناتها شي ولي ما كان هيك صار بيخنق إبليس. ثم قلت كيف أقدر على قتله وقد أخره الله عز وجل إلى يوم القيامة، ما بقدر بقتله. فقلت له دلني على ما ينفعني، فقال أدلك على السكر والدنانير والدراهم أن تكثر منها. قلت له يا ملعون، أنا أسألك أن تدلني على شيء ينفعني في أمر آخرتي وتدلني على المعاصي، وما أصنع أنا بهذا وما حاجتي إليه؟ فقال من ها هنا صار رأسي وحلقي في يدك، تقلبه كيف شئت وتلعب به. كان أنت لأنك انصرفت عن المعاصي وأقبلت على الله صرت تلعب بالشيطان لعب. وهيك يا أخوان الله وكيلكم، كل واحد بيناتكم يقبل على الله، كل واحد بيناتكم يترك الحرام يتقن الفرائض يؤدي النوافل، والله بيصير الشيطان بيخاف منك. إذا أنت بقرنة ما عاد يهرب، بيهرب الشيطان منك ما عاد يقدر يجي. والشيطان يخاف من العبد المنضبط بأوامر الله لأنه يصرعه كما يصرع الإنسي. كيف لا تشوفوا واحد إنسي مصروع هيك معه صرع بعيد من هون، بتجي نوبة هيك بتشنج. الشيطان الأخ بيناتكم المنضبط بأمر الله، تارك حرام متقن فرائض مؤدي النوافل، هيك بينصرع بالأرض بينبحت. قال حتى الشياطين بتشوفه مبحوت بالأرض بيقولوا شبه هذا مبحوت، ساعدوه يعني عم يتشنج يقوم يختنق كمان. تقول الشياطين ما له، يقولون إن صاحبه الإنسي صرعه. لكن أنت لما تكون إيمانك قوي الشيطان بيهرب منك، إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، من خيالك بيهرب الشيطان. فأبو الحارث بيقول له للشيطان بيقول له دلني على ما ينفعني، قال أدلك على السكر،
أعوذ بالله، والدنانير والدراهم أن تكثر منها، يعني بالحلال بالحرام خذ مصاري. شايف هذا معناتها اللي بيسكر طبعا بيسكر بيقتل، بيسكر بيسرق، بيسكر بيزني. ولا إذا إجا واحد قال لك بس شفة صغيرة يعني أنت لا تسكر، يعني بس خذ لك هيك شفة صغيرة، خذ لك علبة كبيرة، هي كبيرة ما فيها كثير، فيها 0.04 قليل كثير. بعدين هلا أنت بالغ عاقل راشد، مخك براسك لا تكتر غبة بس قول. هذا هو الشيطان الملعون بس بصورة إنسي إجاك. أبو الحارث إجاب صورة الجن شافه مصبوط، قال أدلك على السكر والدنانير والدراهم أن تكثر منها، يعني بحلال أو بحرام. قلت له يا ملعون أنا أسألك أن تدلني على شيء أن ينفعني في أمر آخرتي وأنت تدلني على المعاصي، وما أصنع أنا بهذا وما حاجتي إليه؟ قال من ها هنا صار رأسي وحلقي في يدك تقلبه كيف شئت وتلعب به. قلت أفدتني علما، أنا عرفت شلون بقدر وقع الشيطان وإلعب فيه كما يلعب الصبيان بالكرة إذا تركت الحرام وإذا أتقنت الفرائض وأديت نوافلي. فقال إن تركتك فاصعد العقبة وسأستعين عليك بولد جنسك الذين زينت في أعينهم ما قبح في عينك. فأجابوني إليه فبهم أستعين عليك فيأتوك من مأمنك. أيوة هلا بدنا ندير بالنا، هذا والله شيء مفيد لإلنا. الشيطان بيقول له لأبو الحارث ترى شوف أنا سأستعين عليك بولد جنسك، مين هدول ولد جنسك؟ بني آدم الذين زينت في أعينهم ما قبح في عينك. يعني أنا الشيطان ما قدر يوسوس لك، بيروح بيجيب واحد موسوس له الشيطان خالص. قال فأجابوني إليك فبهم أستعين عليك فيأتوك من مأمنك. أنت بتكون قاعد مع رفيقك أنه هذا رفيقي وأنا مأمن له، هو هذا الشيطان بس بصورة رفيقك بقى. مو الله عز وجل قال بسورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الشر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين جن وفي شياطين إنس. كل رفيق ينهاني عن الصلاة هذا شيطان، كل رفيق بيبعت لي مقاطع فاحشة هذا شيطان، كل رفيق يدعوني إلى محرم هذا شيطان، كل رفيق يصدني عن فريضة هذا شيطان. هذا بيكون الشيطان مجهزه وبعته لإلك مندوب، لأنه ما قدر يوسوس لك الشيطان فبيبعت لك. هلا الشيطان العادي إذا بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيهرب. إذا بتقرأ بتأذن، هلا إذا واحد بعيد من هون يعني جاءه شيطان إذا أذن بيهرب الشيطان. بس الإنسي إذا بتقرأ عليه كل القرآن ما بيهرب، إذا بتأذن بكل اللغات بيضلوا لزقان بوشك. لذلك النصيحة يا أخوان ما بدأ شيء، أنا رفيقي اللي بده يدعوني لمعصية شوف أخي أنا يا أنت بتجي معي على الجامع يا لكم دينكم ولي دين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو حتعمل علينا شيخ؟ حتعمل لي مفتي ماسك لي الدين؟ أنت من متشنج كثير متشدد كثير. أخي أنا هيك، بتحب تمشي معي بالخير تفضل، ما بدك إذا سمحت انسى رقمي ما فيها شيء بحسفه. بيزعل يزعل شو عليه يزعل، أنا بدي صاحب يساعدني لارتفع مو صاحب يشدني لتحت. كلياتكم يا شباب والله نصيحة لوجه الله تعالى، كما سمعتم هذا أبو الحارث يقول. توفي أبو الحارث سنة 97 و200. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.